المعفن الثاني إضراب العاملين في الكهرباء. متابع معنا المهندس الزين عبد الرحمن الشيخ، مدير شركة نقل الكهرباء السودانية. باشمهندس السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام من ورحمة الله. الأحد ولحين تنفيذ مطالب مضربين عن العمل، ده ممكن يكون هو توصيف سليم للوضع الحالي في الكهرباء؟ الحقيقة الإضراب هو من الأحد، لكن خطوات تصعيدية، بمعنى إنه يعني الخطوة الأولى يعني الناس بيجوا العمل، ولو لو اتعطل جهاز بيعالجوه. اليوم بعد ساعات العمل حصل عطل، برضو بيجي الشخص الأونكول بعالي. طيب اليوم الثاني من التصعيد والأيام اللي بتاكلوا التصعيد، إنه إذا حصل عطل في محطة فيها محولين، إذا تعطل واحد ما بيعالج، فتظل المحطة بدل محولين تظل بمحول واحد. إذا فصل المحول الثاني طوالي بيرجعوا من الاثنين، وفي نفس الوقت جماعة الطوارئ برضو مستعدين لعلاج أي عطل يحصل. أعمال الصيانة موقوفة في أثناء الإضراب اللي هو ده بقول عنه إضراب جزئي. بعد ذاك الخطوة التصعيدية اللي بدت اليوم اللي هو إضراب شامل. إضراب شامل نحن عشان نتفادى التداعيات اللي ممكن تحصل على السيستم، مشينا اجتماعنا مع الوزير والتزم بانه ياخذ فتره زمنيه يتابع فيها اجراءات تصديق متطلبات تحسين اجور العاملين. في الفتره دي اضراب اخذنا معه اجتماع من الساعه 11 اليوم الى الساعة 2. مخرجات الاجتماع انه الوزير التزم بانه يدرس المطالب بتاعت تعديل مرتبات العاملين ويرفعها للوزارة المالية للتصديق. الساعة 3 جينا عشان نعكس مخرجات الاجتماع مع الوزير للجنة اللجنة التسييرية للإضراب عشان تعكس الكلام ده للعاملين. فعملنا معهم اجتماع من الساعة 3، والاجتماع مستمر إلى الآن. اللحظة اللي أنا أتكلم فيها معاك دي، نحن مستمرين كمدراء شركات مع الممثلين العاملين اللي هو باعتباره إنه اللجنة التسييرية، عشان نعكس لهم الالتزام اللي قام به الوزير في خلال أسبوع من اليوم عشان يعمل إجراءات التصديق. نعم، أسبوع من اليوم للوزير، يعني فترة زمنية لمعالجة المطالب ولا بداية تنفيذها؟ لا، معالجة بداية إجراءات تصديقها. نعم. طيب أنتوا الآن في اجتماع مع العاملين. أيوه، نحن في اجتماع مع العاملين لنعكس لهم ما دعا العاملين للفترة دي من الساعة 3 إلى الآن. نحن مجتمعين معهم لأنه صراحة العاملين بيعانوا. يعني نحن كل الشركات في خلال ستة في الشهر بتجيني ما لا يقل عن 6 طلبات من عاملين لإجازة بدون مرتب عشان يمشوا برا السودان. يعني صراحة يعني خطوة الإضراب دي العاملين ما قاموا بها الا لانهم شعروا بانه يعني معظمهم يطلبوا اجازه بدون مرتب يحسن اي محل يصلح اوضاعه. طيب انتم الان خلال الاجتماع ده مطلوب من العاملين يعني اعاده النظر في الاضراب الشامل في مهله الاسبوع، ده الطلب الرئيسي المطلوب او بيتم نقاشه الان مع العاملين؟ نعم، مع لجنة العاملين حاليا نحن يعني دايرين لهم يقتنعوا ب
بانه يرفعوا الاضراب لمده اسبوع. في خلال الاسبوع ده الوزير بتابع اجراءات تصديق تحسين اجور مع وزاره الماليه وكذا. فرص استجابه اللجنه الممثله للعاملين بالمطلب ده رفع الاضراب لمده اسبوع لحين متابعه الملف بين الوزير ووزاره الماليه، الى اي مدى انتم عندكم يعني امل في انه العاملين يقبلوا ويتم رفع الاضراب؟ ايوه طيب، انا بدايه الاجتماع من الساعه 3 والى الساعه 6 انا كنت ما بقدر اقول لك، لكن من اللحظه اللي بتكلم فيها معاك دي يعني احتمال موافقتهم على رفع الاضراب عندي بقى 90%. السؤال باشمهندس، ليه الناس انتظرت الاوضاع تصل للمرحله دي، مرحله اضراب جزء ثم اضراب شامل؟ اكيد الاضراب ده سبق كثير من المطالب والمذكرات والوقفات الاحتجاجيه للوزاره، ليه تاخرت الوزاره في التعامل مع ملف مهم لقطاع حساس جدا في البلد؟ والله ده سؤال يعني صحيح، يعني لانه الظروف المارة بها الوزارة ذات ظروف فيها تعقيد، والمطالب دي ذاتها ما أخذت الصورة النهائية إلا قبل شهر. المطالب شنو؟ المطالب تعديل الهيكل الراتبي، في مقترح بتاع هيكل راتبي بموجبه تعديل أجور العاملين. يعني ده لتعديل الأجور، ما في متأخرات متراكمة على العاملين؟ لا لا لا، تعديل الأجور شان تتناسب مع الظروف اللي هم مارين بها، والظروف المارين بها صراحة يعني محل تقدير كل الناس، حتى الوزارة وكل الناس، إنه قلت لك الحاجة الظاهرة اللي ما انتشرت برا، إنه العاملين بدوا لأنه يعني شعروا بانه ما في استجابه لتعديل اجورهم دي او تحسينها او توفيق اوضاعهم، بدوا اي واحد باجتهاده الشخصي يحاول يعالج وضعه، اجتهاده الشخصي انه يكتب لك اجازه بدون مرتب. اثر الخدمه او تاثر الخدمه بالاضراب على مدار الايام الثلاثه السابقه؟ والله يعني ما تأثر شديد خالص، يعني الحمد لله إلى الآن أثر الإضراب ما يعني على الشبكة ما في أضرار كده تقدر تقول عليها. نعم طبعا، بس متخوفين من إنه إذا حصل إذا استمر الإضراب، إذا حصل عطل بيبقى معقد جدا جدا. إن شاء الله لجنة العاملين تستجيب للمطالب دي، وإن شاء الله وده الأهم إنه الوزير ينجح في معالجة الأزمة بشكل كامل مع وزارة المالية. السؤال حول يعني الإضراب ده على الخدمة العامة، لأنه في شكاوى يعني وصلت كثيرة جدا بإنه الكهرباء فيها عطل في مناطق مختلفة من العاصمة، بعضهم اللي داخل في اليوم الثاني على التوالي، والكهرباء قاطع في مناطق كثيره نتيجه لسقوط اشجار على اسلاك، يعني اعطال اساسيه ما تم الاستجابه من الكول سنتر. يعني ان شاء الله يعني هسه انا مرتب من الاجتماع والناس مجتمعين بيتحاوروا، زي ما قلت لك انا متفائل جدا جدا انه بعد نص ساعه يعني ما اكلمك بالخبر انه تم رفع الاضراب ولا حاجه تسعدنا. احنا حنكون يعني لسه قدامنا ساعه بعد ما ينتهي، ان شاء الله ينتهي قبل نهايه الحلقه، نسمع منك خبر جيد برفع اضراب العاملين في قطاع الكهرباء. احنا نشكرك باشمهندس الزين عبد الرحمن الشيخ، شكرا جزيلا، مدير شركه نقل الكهرباء السودانيه. اضراب من الاحد، الليله اضراب شامل، اعطال كثيره جدا عندنا يعني في مبنى من مباني قناة النيل الأزرق، يوم أو يوم الثاني الكهرباء قاطعة نتيجة لعطل في الكهرباء، والاستجابة طبعا في ظل الإضراب تكاد تكون ضعيفة لم تكن منعدمة، وفي مناطق كثيرة جدا في أم درمان وفي الخرطوم وفي الصحافة
الناس كهربتها قاطعة باليوم والاثنين الليلة ما نتيجة لبرمجة لأنه البرمجة واقفة لأنه الإضراب يعني من الجانب الإيجابي بتاعه أنه ما حيكون برمجة الكهرباء حتكون شغالة لغاية ما يحصل لك عطل وتقطع منك خالص يعني ما تنتظر تجي إلا يتم رفع الإضراب من العاملين في قطاع الكهرباء. المعلومات الآن أنه وعد من وزير الطاقة لقطاع الكهرباء أسبوع حيسعى إلى معالجة المشكلة مع مجلس الوزراء ومع وزارة المالية، اجتماع الآن بمدراء القطاعات المختلفة في الكهرباء مع لجنة العاملين لإقناعهم بتعليق الإضراب لمدة أسبوع، المهلة الممنوحة للسيد وزير الطاقة لمعالجة الموضوع. 90% بحسب الباشمهندس الزين عبد الرحمن الشيخ مدير شركة نقل الكهرباء السودانية، 90% نتيجة الاجتماع المستمر على مدار 3 أو 4 ساعات يصلوا إلى تعليق لهذا الإضراب. طبعا إضراب في قطاع حساس للغاية، في بطء في التعامل مع الأزمة دي من البداية. شهر ده زمن كافي جدا إنك تدرك إنه إذا الكلام اللي قاله لـ30 يوم من الليلة إذا ما تنفذ إمكانية إضراب، خصوصا إنه الإضراب يعني حالة في كل المؤسسات، الجميع بيطالب بتحسين أوضاعهم. قطاع الكهرباء قطاع فيه إشكاليات كبيرة جدا كلنا عشناها في السنوات وما زلنا حتى اللحظة دي بنعيشها، وبالتالي فيه إشكاليات كبيرة. إذا أضفنا لها الآن يعني أوضاع العاملين في الكهرباء نفسها وإقدام عدد كبير من 6 شهريا تقريبا بيقدموا إجازات بدون راتب عشان يمشوا يبحثوا عن أماكن تانية، أنت بتفقد إمكانياتك والشبكات وبتفقد حتى الكادر الجيد في ظل البطء في التعامل مع الأزمات. 30 يوم ما كان فيه تحرك مناسب، توقع يعني أي مكتب من الدوائر المسؤولة في الوزارة المعنية أو في وزارة المالية توقع المخاطر أنه في إشكالية في المؤسسة الفلانية وخلال شهر نزل ممكن يصلوا إلى ما لا يحمد عقباه. وصلنا فعلا إلى إضراب شامل تم تنفيذه اليوم، نتمنى أنه يعني يتم إقناع العاملين برفع الإضراب أسبوع، ونتمنى زي ما قلنا في البداية أن الوزير ينجح في يعني تنفيذ جزء على الأقل من المطالب اللي بمنتهى الأمانة نقدر نقول أنها مطالب مشروعة زي المؤسسات الثانية، الهيكل الراتبي، تعديل مرتبات الناس وأوضاعهم.